حضرتك لو سمحت اتفضل. معانا سعادة الدكتور أسامة عبد الوارث وسام، أنا آسفة، سعادة الدكتور وسام عبد الوارث رئيس مجلس إدارة قناة الحكمة. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا دكتورة هلا. سعادة الدكتور، امبارح أنا معي هنا الدكتور محمد الجواجي والدكتور إبراهيم كامل. سعادة الدكتور، امبارح تقدمت باستقالة وكانت يعني مؤثرة جدا، أنا قرأت منها بعض الأجزاء، وخاصة أنك حتى يعني تحدثت إلى أسرتك الكريمة، ويبدو في الاستقالة نوع من يعني الحزن وخيبة الأمل، لأنك لم تستطع أن تقدم ما تود أن تقدمه بالفعل إلى الجماهير العريضة. أولا السلام عليكم جميعا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنا بشكر لكم اهتمامكم، ويمكن بشكر أن حضرتك عرضتي أمس خبر هذا الأمر، بس كان ليا تصحيح عليه أنه كان يعني حضرتك تعرضيه نقلتي عن اليوم السابع، وكان في ربط ما بين قضية مرفوعة على القناة من قبل محامين لا أعرفهم كأنها كانت سببا في الاستقالة، بس أنا أوضح وأنا وضحت. لا والله مش وكأنها، حضرتك قلت دي من الأسباب. لا هي ما كان لهاش علاقه خالص، انا ما ذكرتش انها من الاسباب القضيه نهائي. على اي حال، من الاسباب ان انا وجدت ان يعني علي ضغوط كبيره من داخل العمل نفسه والتيار نفسه. الامور ما كانتش واضحه بالنسبه لي، حدثت لي صدمه خلال الطريق يعني، واكيد يعني كلكم فاهمين ماذا اقصد. ما قدرتش اكمل المشوار لوحدي، لان طبعا علي اعباء اداريه وماليه بالاضافه الى الاعباء الاعلاميه والنفسيه، كل هذا اثر علي صحيا واجتماعيا ونفسيا. فوجدت ان الاختيار الامثل اني اترك هذا المجال يعني حتى استريح اولا وانجو بنفسي وليسعني بيتي والابكي على خطيئتي كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويكمل المشوار من يستطيع ان يكمله، لان الصوره ضبابيه. وانا متاكد ان حضرتك لو تراجع نفسك كل يوم هتلاقي نفسك مش فاهمه ايه اللي بيحصل، كل يوم بتلاقي موضوعات متعارضه متشابكه، يعني ما تعرفيش الطريق رايح فين ولا مصر رايحه فين. والله يا سعاد الدكتور، انا اشاركك وكنت متعاطفه جدا مع كلمات استقالتك، لاننا كلنا اصحاب هذه الاستقالة، لأننا نشعر في لحظات كثيرة بأنه بالحيرة والارتباك فيما يحدث. المشهد الحقيقة مربك جدا. اتفضل يا فندم. أنا هذا ما أود أن أؤكده، أن المشهد فعلا مربك، وأنا شخصيا من الناس اللي ما بعرفش أشتغل والصورة ضبابية، أنا ما بعرفش أقدم للناس إلا ما أعتقد أنه صحيح وصواب مطلق. ما بعرفش اقدم حاجه تحتمل معنيين. فلما وجدت الامور بدات تحتمل المواربه والمعاني المختلفه والمعاني المبطنه، وتغيير الثوابت، وما كان لا يجوز صار جائزا، وما كان جائزا اصبح لا يجوز، يعني هذه الامور خلتني ما كنتش عارف احنا فين. فانا اخترت التوقف. لكن يا استاذنا القناه مستمره؟ القناه مستمره طبعا. طب وده ده يعني الصيغه القانونيه ان انت تخرجت من القناه؟ في الاجراءات يعني تحدث في يعني تخارج حضرتك، لكن القناة مستمرة. يعني حضرتك هتتخرج تترك ملكيتك في القناة؟ يعني يا ريت تدينا بعض التفاصيل يا دكتور، لانه يعني هي خطوه صعبه، يعني ده الواحد لما بيعمل مشروع اعلامي بيبقى كانه وليد، يعني ابنه ورباه وكبره وعمل له اسم، يعني هي خطوه مش سهله. طبعا انا ما اؤكد انها خطوه مش سهله، بس هي الخطوه مش اولا مش متسرعه. ولم اتخذها مثلا امبارح فقمت طالع عامل كده، انا فكرت فيها كتير جدا يمكن اكتر من شهر. وبذلت جهد كبير لايجاد اليه لهذا التخارج يحفظ لاصحاب الحقوق حقوقهم ولاصحاب الديون اموالهم، ويعني كل شيء ان شاء الله في اطار الترتيب. فانا اخترت اولا التوقف عن العمل الاعلامي والظهور، وبعتقد ان في فتره انتقاليه لتسليم اداره الشركه نفسها الى اطراف اخرين يتولون باذن الله. انتوا شركه مساهمه ولا حاجه؟ احنا شركه مساهمه في مدينه الانتاج. شركه مساهمه. طب يا دكتور، يعني حضرتك
ايه الحلم الاعلامي اللي انت يعني رايت انك لم تتمكن من تنفيذه؟ يعني ما هو الشكل الامثل او الذي كنت ستكون راضيا تماما عنه؟ ايه هي مطالب الاعلامي خاصه في منطقه حساسه اذا كانت القناه الحكمه قناه دينيه بالدرجه الاولى، وهو طبعا هذه المنطقه لابد ان الانسان يكون امين تماما في الأداء، وفي نفس الوقت حذر تماما لأن لا تحتمل الخطأ. يعني احنا نغلط في السياسة، نغلط في التعامل، ممكن الواحد يخطئ ويعتذر، لكن ايه سياسة القناة، سياسة القناة المثالية اللي كان يجب أن تكون عليها وما حصلش، أو إيه المحظورات اللي حضرتك بترى أنها كانت موجودة وما كانش يجب أن تكون أنها موجودة؟ لا، هو زي ما بقول لحضرتك أن المشهد نفسه أصبح مرتبكا حتى داخل التيار الإسلامي نفسه. فبالتالي سياسة القناة، احنا بدأنا القناة من 5 سنين أو أكتر، قناة دينية، يعني قناة عامة تقدم يعني جرعة كبيرة دينية تحت شعار وإن تطعبوا تهتدوا، لتقديم ثقافة السنة النبوية، وكنا مجتهدين في ذلك وبذلنا ما نستطيع بذله. لما بدأنا ندخل في مسار الخبر وجعل القناة كما نسميها عينك في قلب الحدث، نقدم النقل المباشر على قد ما نقدر، نقدم تغطية إخبارية من وجهة نظر إعلام إسلامي ربما يختلف شوية عن الإعلام الآخر، بنحاول نقدم خطوة جيدة في هذا المجال. وجدنا ضغوط كثيرة، هناك من يقول إزاي تنقله، لا ما تنقلوش، يعني كلام كثير من داخل التيار نفسه. فأنا بدأت أنضغط، طب أنا الوقت عندي أمانة النقل، أنقي ولا ما أنقلش؟ ساعات النقل نفسه يدعو، أن البعض يعتبر انه دعوه الى شيء وهو لم يكن مقصودا ان يكون دعوه الى شيء بقدر ما هو نقل للخبر. سامحني في فضولي، يعني ايه القشه اللي قسمت ظهر البعير كما يقول؟ يعني اللحظه الفارقه، يعني هي اللحظه الفارقه دي. ايه اللحظه الفارقه كانت ايه؟ لا يعني امور كتير، يعني في لا واحد منهم بس، يعني احنا مش يعني اذا كنت تسمح لينا. طبعا الواحد عاشها في ان كان في حلم كبير كنا بنقدمه للامه، نعتقد انه كان صوابا، وكنا بنحاول ان احنا نجتهد في يعني اقناع الناس به من منطلق شرعي محض، ليس من منطلق دنيوي نهائيا. وجدت ان الامور مش ماشيه في هذا الاتجاه. انا ارفض الوقفه عند وزاره الدفاع، ارفض ان احنا نترك الناس تحت عاطفه الجهاد في سبيل الله، وهي الامور ليست كذلك. يعني ان احنا نقول لهم هيا على الجهاد والكلام ده، وتستخدم الحكمه في ذلك، والامر ليس كذلك. ده انا بالنسبه لي شيء صادم ومذهول ان من يخرج على قناتي يقول فيها كلاما، انا اعتقد ان هذا غير صحيح اصلا. لكن كان في وجه حضرتك ان تاخد الاتجاه الاخر. طب ما انا حصل، واول ما حصل هذا الكلام انا اعلنت رفضي لهذه الدعوه، وقلت هذا غير مقبول ومرفوض، وانا لا اتبناه ولا القناه تتبناه. لا يعني تجعل القناه تسير في صوت العقل. يعني هو دلوقتي انا فاهمه تماما سعاد الدكتور، انك انت عندك لحظه، ودي بتحصل لنا كتير في حياتنا الاعلاميه يا دكتور، ممكن تحصل لك في الطب، يعني انك تبقى امام لحظه اعمل عمليه ولا ما اعملش العمليه. انت يعني اتمنى ان انا اكون بتكلم صح يا دكتور وسام، انه بتحصل لك لحظه انا قناعاتي وايماني وضميري بيحتم عليا ان انا اعمل كده، بس التيار اللي انا بشتغل فيه بيعمل عكس تماما، او بيقول خطاب مختلف تماما. فيعني ازاي بقى اتخلى عنه؟ هو ليس مختلفا تماما، انما ليس على الدقه التي كنت اريدها، فاصبح في تنازع في الراي. يعني أنا شايف إن لما تبقى التيارات الإسلامية مثلا على سبيل المثال في كل مشكلة كل فريق يخرج ببيان ربما يكون مختلفا عن الفريق الآخر، وحتى لا ننجح في إن احنا نجلس في اجتماعات متفقة ونعمل يعني مجالس صورة كبيرة موحدة، هذه أمور أعتقد إنها أثرت بالسلب على كل التيار الإسلامي والشارع المحب للتيار الإسلامي. احنا لابد ان نكون ننقد ذاتنا قبل ان ينقدنا الاخرون. فانا ده من النقد اللي انا كنت بوجهه في القناه، وكان الناس بتزعل مني من التيار بتاعنا، من التيار بتاعنا نفسه كانوا بيزعلوا ان انا بنقد مثلا الاخوان او بنقد الدعوه السلفيه، مع ان الواجب ان احنا نصارح انفسنا قبل ان يهاجمنا احد من الخارج. فمثل هذه الامور خلت الواحد ما عندوش قدره يعني انه يستمر. انا ما بعرفش اقدم حاجه الا اكون معتقدها بشكل سليم 100%. الله ينور عليك يا دكتور. الله ينور عليك. الله يفتح عليك. الحقيقه سيادتك ذكرت حاجه مهمه
الإعلام في الإسلام له بعض الخصائص المختلفة عن الإعلام اللي احنا شايفينه في عصرنا الحالي. في كتاب من الكتب القيمة اللي طلع من القرآن معنون بالإعلام، يعني عنوانه الإعلام. واللي سيادتك تفضلت بيه هي الصدق في نقل القضية ووضعها في إطارها الإسلامي الحقيقي بموازين الشريعة الإسلامية. ما أقدرش أنا كيف الموازين دي لهوى جماعة أو مجموعة لها رأي سياسي وعايزة تجيب تخلي الموازين تذهب يمينا أو يسارا. وأنا متفهم وأحترم جدا الموقف سيادتك خدته ده، يعني أنت رجل محترم ومسلم حكيم، ربنا يزيدك من إيمانه والحكمته. اللهم جزاك الله خيرا، شكرا لحضرتك. دكتور وسام، هل ممكن يكون استقالة حضرتك دي او الاجراء ده بمثابة جرس انذار، وجرس الانذار ده يجيب نتيجة كويسة؟ والله انا كان من ضمن نيتي ان يكون شيئا كهذا. طيب كويس، جرس انذار ينبه، نتمنى انه يكون جرس انذار، يعني احنا نتمنى التواصل، يعني اذا طبعاً كان معنا اعلامي بهذا الوعي وبهذا الانتماء الى 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 يخاف من الذنوب ويخاف من الخطيئه ويخاف من حساب الله سبحانه وتعالى، هو ده اللي احنا محتاجينه. فيعني مش يعني احنا مش عايزينه ينسحب، احنا عايزينه يظل. هو ده بالظبط اللي كنت عايز اقوله يا دكتور، انه اولا احنا بنقدم لك كل الاحترام والتقدير والاعجاب على موقفك الأخلاقي والإنساني الشجاع، والحقيقة احنا نتمنى انه يكون الإعلام الديني في عقول كثيرة مثل سعادتك بمواقفك المحترم. بنتمنى، لاننا في هذه اللحظة هنكون مطمئنين تماما ان الإعلام الديني هيكون بيعمل لمصلحة الناس بكل الصدق والحق والعدل، وليس زي ما ذكر الدكتور إبراهيم لا ولمصلحة التيار نفسه، ولمصلحة التيار بس الإسلامي نفسه، بس يعني بالصدق بقى ودغري. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، انصر أخاك صادقا ظالما او مظلوما تكفوا عن الظلم، يعني بالظبط. فطبعا احنا نتمنى ان يكون مثل حضرتك في الساحه موجودين، ومش عايزينك تنسحب، ونتمنى انه قناه الحكمه تستمع بحكمه وتكون اسما على مسمى، لان من الصعب انها تفقد شخصيه على مستوى هذا الاداء المخلص الامين في الاداء الاعلامي اللي هو اساسا الذي يخشى الله سبحانه وتعالى. الذي يخشى الله سبحانه وتعالى، والاعلام كله يدور حول المصداقيه، حول كلمه المصداقيه. فاذا واجهنا معضله المصداقيه باننا نوطي راسنا مش بس المصداقيه وخشيه الله، هو خشيه الله قدم المصلحه العامه للوطن على اي مصالح اخرى، ومصلحه التيار الاسلامي. فاحنا الحقيقه والحفاظ على ارواح الناس بنقدرك يا فندم، وبنحترمك، وان شاء الله يعني يا ريت يكون لنا حوار معك باذن الله في النقاش حول دور الاعلام الاسلامي في مصر في هذه الفتره الفارقه في حياتك. شكرا جزيلا لحضرتك، شكرا لضيوفك الكرام، اشكركم على كل هذا الكلام الطيب، وان كنت لا استحقه فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. بارك الله فيك، شكرا سعاد دكتور.